سؤال الآن، هل يسمح بصيام السيدة التي يأتيها حيض خفيف جدا شهريا مشابه للإفرازات الدموية، وهذا بسبب استخدامها وسيلة هرمونية تضعف من سماكة بطانة الرحم، هل يعتبر هذا حيضا علما بأنه منتظم شهريا؟ دم يأتي منتظم في وقت العادة الشهرية هو حيض، الحيض هو الدم يأخذ، فإذا وجد الدم وجد الحيض، وإذا انقطع الحيض انقطع الدم. أضبط معيار يمكن أن نخرج به في هذه القضية بإذن الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.